بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. هذه اليوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق وأن ذكرت أنه في حلقة اليوم نتطرق إلى قصة وافد ضمام ابن ثعلبة، ضمام ابن ثعلبة، وأرسله قومه، القوم الآن احنا في عام الوفود، عام الوفود هذه بدأت الوفود تتوافد على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوفد بالذات، هذا الوفد بالذات له أهمية في التاريخ الإسلامي، لأنه فيه حاجتين. أولا، عادة ممكن ما بيأتي الوفد كامل، فيه وفد كامل، لكن يأتي وافد واحد، وفي هذه القصة كان وافدا واحدا عن قومه بني سعد بن بكر. بني سعد بن بكر هذا أبعثه هذا ضمامة ابن ثعلبة. هذا ضمامة ابن ثعلبة كان يعني رجل جلد، يعني هيك خشن في كلامه في كذا، وسوف ترى من حواره مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني خشن في الحكي، لكنه مؤدب في نفس الوقت، يعني جمع بين الاثنين، مع أنه كلامه خشن لكنه في أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويروي هذه القصة، وتروى هذه القصة في البخاري في كتاب العلم، والبخاري سبحان الله بوب لهذه القصة أنها في باب العلم، لأنه كأنه يقول أنه هذا هو يعني من أداب العلم أو من طرق تعلم العلم إلى آخره. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. يعني هذا دخل للمسجد بالناقة. طبعا الناقة وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت المساجد بهالطريقة هذه. أنت اليوم المساجد تخاف أنت تدخلها، مش الناقة تبعك. بعض المساجد أنت لما تروح تشوف على هذه تبع الضوء هذه، شاندليرز حتى الماربلز اوت برا، والكاربت الزرابيه المبثوثه والاخره، انت تخاف تدخل، مش اللي يقول لي تجيب ناقتك ولا حاجه الان في الوقت هذا. لكن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الامور ما كانت موجوده. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على يعني اعلى درجات البساطه، بسيط، مسجد بسيط، اهل بسطاء، النبي صلى الله عليه وسلم جالس بينهم، لا يفرق، يعني مش قاعد مع مثلا والله علية القوم مثلا في أوفيس معين والجماعة المصلين قاعدين لحالهم في، لا، النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة تدل على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه في المسجد، وحتى إذا كان لم يكن وقت صلاة ولم يعني ما كان وقت الجلوس في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه. القصة الأولى، النقطة الأولى، أن المساجد ما كانت فاخرة بهذه الدرجة الموجودة اليوم في حالنا، وزخرفتها بهذه الطريقة. كان المسجد بسيط لدرجة أنه هذا الصحابي، يعني أسلم بعدين، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأناخ الناقة وعقل الناقة وأخذ وقته، ولا واحد قال له وين رايح ولا وين جاي، عارفين أنه هذا جاي للنبي صلى الله عليه وسلم. فدخل فقال: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما قال، بين أنه هو ليس مسلم، جاي لكنه ليس مسلم، وافد لكنه لا مسلم، يسأل عن مين؟ يسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان مسلما قال: أين رسول الله مثلا، لكن قال: أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهراني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هاي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد للعلماء والمشايخ ولأن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في تواضعهم بين لما يكونوا قاعدين مع أصحابهم. يعني مش لما تدخل، لو أنت اليوم مثلا لما تدخل لمسجد من المساجد أو شيخ من المشايخ، تعرف على طول أنه هذا هو الرأس تبع. ليش؟ لأنه والله لحاجتين، لأنه أصبحت الناس منبهرة لقلة العلم وقلة، أصبحت لما يظهر واحد تلاقي والله كأنه يصبح سيلبرتي، يصبح من المشاهير، زي مع القياس مع الفارق، صراحة القياس مع الفارق، لأنه هذا عالم، لكن أصبح زي المشاهير الموجودين اليوم، أصبحت عندنا الموضة تبع مشاهير المشايخ إلى آخره.
لكن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه النبي وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن شهرته صلى الله عليه وسلم بلغت الآفاق في وقته في الجزيرة العربية على الأقل، الناس تعرف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إلا أنه متواضع وجالس مع صحابه صلى الله عليه وسلم متكئ، حتى مش حتى جالس، متكئ ما بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، يعني هذا الرجل اللي انت شايفه هناك قاعد مع صحابه هو الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل، هذا الرجل اللي هو ضمام ابن ثعلبة، التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن عبد المطلب، يعني أنا بدور على ابن عبد المطلب مش أي محمد، لأنه فيه محاميد في الوقت هذاك، كان فيه محمد في 4 أو 5 تذكرهم كتب السيرة، أنه فيه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان حوالي، أنا لم يعني لو أذكر كان حوالي 5 عند العرب الجهة هذه يسموهم محمد. فهذا يريد أن يتأكد أنه يتكلم مع محمد ابن عبد المطلب. فقال ابن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك، يعني أنا هو، زي ما يقولوا إخواننا في جزيرة العرب اللي يقول لك سم، يعني أجبتك، سمي يعني احكي شو عندك. قال: قل أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني هنا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الصراحة في السؤال، رغم أن السؤال ممكن هنا لكن يقدم له بمقدمة: إني أسألك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. يعني أنا يا رسول الله سوف أسأل، لكن أسأل أسئلة صعبة شوية، وسوف حتى تلاقي في سؤالي من الشدة، ماشي، لكن لا تجد علي، ما تأخذ بالك علي. فما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سل عما بدا لك. مش والله لما قالوا انه قالوا لا حب استنى بدك تشدد، روح شدد في مكان ثاني. انا نبي، انا رسول، بدك لا. وهذا ديدن النبي صلى الله عليه وسلم مع كل من سأله صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. والثانية خاصة في الدعوة، الذي تدعوه الى الاسلام خاصة في بلاد الغرب الآن، رايح تدعي للناس، فلا بد أن تستفتح الكلام بهذه المقولة: سل ما بدا لك. يعني أنت رايح لجماعة في تشيرش، ولا رايح أول ما تبدأ معهم أنك تعلمهم أنهم يسألون ما بدا لهم، وإن شددوا في السؤال لا بد أن، هذه قضية مهمة جدا في الدعوة، أنك تقول سل ما باد لك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حامل للحق، والحق لا يخاف. اللي عنده الحق، اللي حق هو بيدعو إلى الحق، ليش يخاف من سؤال هذا والسؤال هذا والسؤال هذا؟ ما مفروض ما بيخاف. اللي بيدعو إلى الحق يكون حامل لهذا الحق ويدعو إلى هذا الحق بكل بساطة، يعني ما مش محتاجة اسأل. لماذا؟ لسبب خاصة في الوقت عدنا احنا، لأنه كثير من الناس اليوم الإسلام بالذات أو الدين الإسلامي والمسلمين بالذات أصبحوا في الواجهة، لكن الواجهة التي أصبحوا فيها ليست واجهة الآن المسلمون متهمون بالإرهاب، متهمون الغرب، أهل الغرب اللي في الغرب، العامة الناس اللي في أمريكا ولا في أوروبا، لما يسمع عن الإسلام شو يسمع؟ يسمع من الأخبار، لما يسمع الأخبار انفجار كذا وقنبلة كذا وصاروخ كذا يعني هذه الأسماء اللي يسمع، كل هذا اللي يسمع عن الإسلام. فلابد يكون عنده هو أسئلة كامنة في نفسه، ممكن يعني احتراما للضيف، خاصة هم المرضى تروح للجامعات، تروح دور العبادة، يكون عندهم احترام للضيف، ما بيسأل الأسئلة، يخليها هناك، يخليها في داخله ولا يسأل عنها. فأنت الداعية لدين الله عز وجل، أنت الذي مستضاف في هذا اللقاء، لابد أن تبدأ بإسأل ما بدا لك. اسأل ما بدا لك من النبي صلى الله عليه وسلم، سل ما بدا لك. قال الآن ضمام بن ثعلبة يقول: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. هذا يريد أن يتأكد أنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم هل هو مرسل إلى قريش فقط، ولا بني هاشم، ولا قريش، ولا للعرب، وللناس كافة. ويسأله برب الناس، يسأله برب، أنا أسألك بربك، يعني أسألك بالله، وأسألك برب من قبلك، الناس أجمعين.
هذا الآن معناها أنه الرجل هذا عنده إيمان بالربوبية بأن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. هذه مهمة جدا، أنه يسأل وعنده شوية يعني قريب من الإسلام جدا، بده بس تفشى هاك ويدخل على الإسلام. وهذا اللي حصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم أنا رسول، يعني للناس جميعا. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال الرجل، هذا الحوار اللي دائر، النبي صلى الله عليه وسلم الله يجيب بس: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بني بكر. يعني الآن عرف بنفسه. الملفت للانتباه أنه هذا الرجل لم يعرف بنفسه في البداية، بل عرف بنفسه في آخر المطاف. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما سأل من الوافد، من الرجل، من أين الرجل، إلى آخره. لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم أصغى إلى هذا الرجل وأنصت إليه، مدام عنده سؤال، مدام جاي يسأل عن الدعوة، ما في مجال الآن أنت تسأل منين أنت وشو بتعمل هنا وليش جاي هنا، لا 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 لا، هذا جاي مباشرة على 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 التارج، على الهدف مباشرة، ما بده لا يروح لا هيك ولا هيك، جاي للهدف. وسأل عن الفرائض، سأل عن فرائض الإسلام، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ممكن يؤخذ منها مهمة، يعني ممكن يأخذ منها، هي رأي فقهي في الحقيقة، أن تأخذ من هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسم على الفقراء. وهذا من هذا الباب، لأنه في حديث معاذ بن جبل، في حديث آخر، اللي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ صدقة من أغنيائهم فردها على فقرائهم. من هذا استدل أو استنبط الفقهاء أن الزكاة، زكاة المال، تقسم على المسلمين فقط. يعني الثمانية أصناف هذه لابد أن تكون في المسلمين. المهم، ابن عباس عنده رواية أخرى، يعني تكملة لهذه الرواية، أن ضمام بن ثعلبة بعد ما قال: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من وراء من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة، في رواية تقول: قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وسأؤدي هذه الفرائض، وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا أزيد ولا أنقص. ماشي، قال له: يعني أنا هذه الفرائض اللي قلت لي عليها، طبعا وظاهر من كلامه أنني أؤدي هذه الفرائض، وكل ما نهيتني عنه أجتنبه. ماشي، هذه واحدة، ثم هذه الواحدة في نفسه سوف تعلم وسوف يطبق في نفسه، ثم يدعو من وراءه، من أرسلوه وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محمل بأمانة ورسالة لازم يرجع بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خرج الرجل، هذا هو خلاصة الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، راح التفت إلى ناقته، ما أخذ كثير، أخذ بس هيك. تخيل أنت العرب، هؤلاء العرب وهؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ما كان يقعد سنوات وهو بيدرس ويطلع عشان يصبح داعية، كان يتعلم: ها، أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، لأنه الحج لسه ما وصلنا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نهي عنه الناس في ذلك الزمان، ويرجع إلى قومه ينهى عنها، يدعو إلى هذه الفرائض وينهى عن ما نهي عنها، ويصبح داعية يسمع له. سوف ترى النتيجة التي حصل عليها هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل خلص الحكاية وراح لناقته، ركب على الناقة تبعه ورجع لجماعته، ما فيش تضيع وقت، بيجي والله نخلينا نتسلى حتى يومين ثلاثة في المدينة ونشوف شو اللي حاصل ونتعرف لي على فلان وفلان، لا 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 لا، هذا عنده مهمة جاي فيها، دخل وخرج، دخل أخذ العلم خرج، رجع إلى أصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني يصدق ذو العقيصتين، العقيصتين إنه فارق شعره على اثنين هيك، إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. شو كيف يعني؟ هنا هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم شرحها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، هو أن
إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذا القضية أنا تكلمت عليها في الجمعة، قضية إن تصدق الله يصدق. هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا إن يصدق فيما قال، إن يصدق بأنه يأخذ هذه الفرائض وينتهي عن ما نهى الله عنه ولا يزيد ولا ينقص، بس هيك هو قال لا أزيد ولا أنقص، خلاص أنا قاعد على هذه، يدخل الجنة، يدخل الجنة بهذا القليل اللي ممكن يعتبر لنا قليل لكنه كثير بصدقه مع الله عز وجل. القضية مش قضية زي ما كما قلت لنا البارح في الجمعة، مش قضية أنك تكثر من أعمالك، القضية أنك تخلص في أعمالك. القضية مش قضية أنك كل ليلة تقوم الليل 10 ركعات ومش عارف أنا إيش، والصباح تنوض تخلي الدنيا، يعني تبات قائم في الليل والصباح تروح تخليها. لا، اللي حرضها، إحنا عندنا مثل يقول لك اللي حرضها الجمل دكها، يعني حرضها منه يدكها منه. القضية مش أنك تتصدق بملايين الدولارات وبعدين أنت روح تعوضها بالحرام ملايين الدولارات، هذا مش هو. القضية أنك أنت تكون عندك إخلاص لله عز وجل وتأتي بما أمر، اللي هي التقوى. بالمناسبة تعريف التقوى هو هذا، هو أن اللي قاله هذا الرجل سأؤدي الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه، هي التقوى، هذا هو التقوى، هي التقوى، مش حاجة كبيرة، مش حاجة اللي لازم نعمل عليها دروس، هذه هي التقوى، تؤدي ما افترض عليك وتنتهي ما وتجتنب ما نهيت عنه، فهذه هي التقوى. القضية أنك أنت يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة أنه ما وقر في قلبك من الإخلاص والإيمان، حتى يقول أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، أنا ما أذكر الصحابي لكن كان في مقام الحديث، كان في المقام كان في 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 أبو بكر الصديق، يعني أن أبو بكر الصديق ما سبق الصحابة بكثرة صلاة ولا كثرة صيام، ولو أنه كان يعني من أهل الصلاة ومن أهل الصيام ومن أهل الزكاة رضي الله عنه، قال وإنما شيء وقر في قلبه، يعني حاجة اللي هي الإخلاص، يعني ممكن ركعة تأديها في ليلة خير من واحد يصلي 1000 ركعة، ركعة تريد بها وجه الله عز وجل، دولار أو دينار أو سنتيم ولا مش عارف أنه هو قرش ولا مش عارف، لا 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 لا. تريد به وجه الله عز وجل مخلصا خير لك من ملايين الدولارات، تقف يوم القيامة وأنت هذا حركة شو يعني شغل، جيت للمسجد ونظفت المسجد، ما عملت والله في ناس بنات المساجد، أنت جيت بس نظفته وأنت من أهل، نظفت بإخلاص تريد به وجه الله عز وجل، هذا خير لك من الدنيا وما فيها. القضية قضية الإخلاص. هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق في إخلاصه وفي كلامه الذي قاله دخل الجنة. وخلينا نشوف النتيجة. هذا الرجل بعد ما أتى إلى بعيره وأطلق العقال خرج وقدم على قومه، وصلي بني سعد، وأظن هم بني سعد بن بكر هم الذين رضع النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. فكان أول ما تكلم به لما دخل على قومه وعلى جماعته قال بئسة اللات والعزى، هاي خلص. قالوا صح يا ضمام، يعني اسكت يا صح يا ضمام، اتقي البرص والجذام، اتقي الجنون. يعني جماعة دخل على جماعة وشكلهم قاعدين مقرية، يعني تحكي على قبيلة صغيرة مش قبيلة كبيرة، تحكي على جماعة مستنين الوافد تبعهم يرجع من النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دخل عليهم قبل ما يقول لهم السلام عليكم قال لهم بئسة اللات والعزة. هذا جاي طخ على طول، هذا جاي بقصف من الدخلة، قصف الآلهة، آلهة الكفر، قصف آلهة الشرك. وهذا معنى، هذا معنى لابد أن ننتبه له، هو أنه هذا الرجل تخلى عن العقائد الفاسدة وتحلى بالعقيدة الصحيحة. ما تقدر أنت تخلي الثوب البالي إذا بدك تنظف حالك، بدك تلبس وتولي يعني شكلك مرتب، ما تروح والله أنت لابس
الهدوم لازم الهدوم البالية المسخة مش عارف ايش، وتروح تحط عليها هدوم جديدة وتحسن، لا انت حتكون معفن، حتعفن القديم حيعفن الجديد، فلا بد لك ان تخلع القديم، تخلع هذه العقائد، وهو خلع هذه، تخلع عن العقائد القديمة، ولما لبس نظيف صبح نظيف، نظيف بمعنى الكلمة، مش نظيف من برا وموسخ من الداخل، نظيف من الداخل ومن برا. هذا هو المطلوب، المطلوب أن الإنسان لما يتوب أو لما خاصة من المسلمين الجدد لما يدخل الإسلام جديد يتعرفوا على هذه القضية وتركز على قضية معينة، قضية أنه يتخلى عن العقائد الفاسدة ويتحلى بالعقيدة الصحيحة. ما يمكن لك أنت والله بس لأنه بدك يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي نفس الوقت هو يعتقد بالتثليث مثلا، هو جاي وانت فرحانين والناس تعنق فيه وما شاء الله والله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لم ما فهم واحد أن التثليث ينافي هذه العقيدة، هو قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لابد أن يفهم هذه القضية. وهذا ما قال جماعة هذو اللي كانوا يفتكرون أن اللات والعزة إذا واحد سبهم حيجي هي البرص يا الجذام يعني حتنتقم منه، فقال ويلكم. أي الإيمان شو بيعمل؟ هي الإيمان لما يدخل على إلى قلب الرجل يغير ويغير ما حوله. قال ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، يعني لا اللات ولا العزة تاعك لا يضر ولا ينفع، حجر مصنوع بأيديكم، شو هال وين عق وين 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 رحتوا بعقلكم؟ إن الله قد بعث رسولا، الآن بدأ يدعو إلى الإسلام، أول شيء ذم الأصنام وعبادة الأصنام، ثم دعا إلى دين الله عز وجل، دعا إلى التخلي عن العقائد الفاسدة، ثم الآن يدعو إلى التحلي بالعقيدة الصحيحة. رسولا اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه كتابا اللي هو القرآن، استنقذكم به مما كنتم فيه، يعني هذا الإسلام ما أجا إلا لينقذكم من براثن الشرك والكفر، بس هذا هو اللي جاء هذا الرسول وهذا القرآن لينقذكم من النار ويدخلكم إلى الجنة، ينقذكم من الظلمات، ظلمات الكفر والشرك، ليدخلكم إلى نور التوحيد مما كنتم فيه. وإني الآن يعلن، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، هاي دخل هاي بدأ هذه العقيدة الصحيحة، إني قد جئتكم من عنده، أنا مش أنتم بعثتوني وقلتوا لي روح شوف محمد صلى الله عليه وسلم وثق وعندكم ثقة فيه، نعم بعثناك لأنه عندنا ثقة فيك، وافد لما تبعث واحد وافد رسول بدك تكون عندك ثقة فيه، خلاص احنا بعثناك خات اللي ما عندك، قال بعثوني انا لقد جئتكم من عنده برساله، شو هي رساله؟ جئتكم من عنده بما امركم به اللي هي الفرائض اللي هي ذكرها، وما نهاكم عنه اللي هو ممكن النواهي اللي لم تذكر في الحديث اللي نهاها اللي هي قتل النفس، الشرك بالله، الزنا، الخمر، كل هذه كانت خلص الاحكام هذه كانت موجوده. قال فوالله ما امس من ذلك اليوم وفي حاضرة في الحاضرة رجل ولا امرأة إلا مسلم. هذا معنى إن هذا مش هذا صدق الله عز وجل وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صدق يدخل الجنة، صدق الله عز وجل وأنجى الله عز وجل به قومه بني سعد، بني سعد اللي كانوا في حاضرته اللي كانوا يسمعون كلامه كلهم المرأة والرجل دخل الإسلام. ويقول ابن عباس عن هذه يقول فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة، يعني أحسن واحد إجا للنبي صلى الله عليه وسلم وأفضل واحد إجا للنبي عليه صلى الله عليه وسلم كوافد للنبي صلى الله عليه وسلم عن قومه ضمام بن ثعلبة، لأنه جاء وصدق الله عز وجل وصدق مع نفسه وصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم وصدق مع قومه فنجى وأنجى الله به قوما كثيرا. وأصبحنا اليوم يعني احنا ب14 قرن نتكلم عن ضمام بن ثعلبة ونقول رضي الله عنه وأرضاه وألحقنا به مؤمنين غير مبدلين. هذه القضية اللي ممكن في القصة كلها تقريبا، أنا بالنسبة إلي القصة كلها تنطوي على حاجة واحدة، إن يصدق ذو القعيصة العقيصتين يدخل الجنة، إذ يعني هن قضية أنك تصدق مع الله عز وجل، تصدق مع نفسك. احنا مشكلتنا اليوم والله أعلم، يعني أنا ممكن أحكي حتى بما فيه المتحدث،
عندنا نفاق اجتماعي غريب، مناش صادقين مع خاصة مع بعضنا بعض. ممكن واحد يكون صادق مع الله عز وجل في إيمانه وفي كذا لآخره، لكن خليني بس استعمل عبارات شوية ممكن أخف، واللي ذبحتنا في عالمنا العربي والاجتماعي هي المجاملات. أنا بجاملك على أي حساب؟ حساب الدين، بجاملك على حساب أي حاجة، بجاملك على حسابها. المهم أنت ما تزعلش مني وأنا ما أزعلش منك، أنا مسالم وأنت مسالم. هذه إشكالية كبرى أصبحنا فيها اليوم في مجتمعاتنا العربية، اللي هي المجاملة. المجاملة مليحة، هاي شايف هذا عنده أخلاق وقال أسألك إن مشدد عليك ويحكي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا ممكن يجي يسمع للإمام يقول والله ما شاء الله ما شاء الله درس ما شاء الله، بيروح يلف يقول لك والله هذا الشيخ هذا مش عارف راسه من رجليه على اللفة، بس فاللفة والله ما أطلع من الباب، يقول لك يا عمي هذا أهل سيبنا منه هذا مش عارف أنا، ولا واحد يقول لك هذا يا عمي هذا هذا جمعته هذا وهذا جمع ما شاء الله تبارك الله الله يبارك. طيب الله الأنفاس يا شيخ، لما يطلع يقول لك والله عنك هي المجاملة اللي ذبحتنا ومجاملة كل شيء، كل شيء فيه مجاملة. حسن الخلق مش معناها مجاملة، حسن الخلق معناها أنك صح حتى وتنصحني وتكون ممكن قاسي في نصيحتك لكن تكون بأدب، بس ما تسبنيش وما تسبكش، ما تغتبنيش وما نغتبكش، يعني الغيبة احنا نقوله تغتب، ما تغتابنيش، هذه القضايا اللي قضية المجاملة اللي الآن هي في الحقيقة ذهبت بكثير من الصدق المطلوب عندنا كمسلمين بيننا وبين أنفسنا وبين الله سبحانه وتعالى، مع الله سبحانه وتعالى ومع أنفسنا ومع بعضنا البعض. هذه مشكلة كبيرة. القضية الثانية أنه هذا الرجل رغم أنه لم يكن مسلم إلا هو أنه كان ذا علم بقواعد الإسلام أو فرائض الإسلام، لأن من سأل أنت هل سئلت بعث رسول لكافة المسلمين للناس الصلاة الزكاة كذا وممكن نواهي أخرى ظهرها لم يذكر لها الرواة، لكن على دليل على أن القبائل العربية اللي كانت برا المدينة كان يأتيها خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تعلم أركان الإسلام شنو هي أركان الإسلام، وكانت تعلم وتعلم، ولهذا لما جاء سأل هذه الأسئلة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه، واللهم ارضى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي صحابته رضوان الله تعالى عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.